بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المنتجبين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ومهدك الله سبحانه وتعالى نقلق مسلمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إلهي ومهدك الله مركلا إنه كل مهلك إن سيسود إن تحنيها إني أن وهديني القيم الإنسانية التي جاء بها الإسلام أين أجهد ليني حلقة ذا ما أنت واتيكو بيتبند ويان حلقة ذي تنكه الرئيسي أنتي اللي لسه عتين وحن وصو هذا اللي إن الله شقيسته عملك وناكسن يوحصو صارك قيمها أولي هاي أو إلهي سبحانه وتعالى أكتيسن وكل هاي آخره الدون كان وكل هاي ومدة يقفك وقيمة أصمايني أي نصوت المعني ما أنت وحن سيوا ذينا إن شاء الله تعالى قيم كقيمها بدن إسلام أويمد إنسان كواحد كفر يا أما هن نقطة قف كفردي كليجية أما هن نقطة بولشاد واحد كفر إنسان أي سمايسو أي نسيو ذينا إن شاء الله تعالى ما أنت وحن كهل ذينا الشورى وضتش وحلا يدهدو إن وحلا وضع إن وحلا وداعو إن جارهن جو أمضى يتلاذ الله وداعو سأي قيسكو وهركع جارو سو قفكو هركع جارو سأي بولشاد وهركع جارو أي نمان تيرات المامين بإذن الله تعالى وحال إلى مركز شورى لقى شاكين يو وحال دون يا الله ينفرد الإنسان بالرأي وحده في الأمور التي تحتاج إلى مشاركة عقل آخر أو أكثر قفك إنه سلك للنقنين أركتيد يجوانك كلي وحي ولبا أباهن عقل يلا إسكو بيريو أركت يلا إسكو درو وحي أباهن وحي أنت بظن نلشو أساس أباهن تاعي عقل يلا إسكو درو يوم حوها أفكار إسكو بيريو أي نلشو أي أباهن تاعي وحال إلى هذا فرأي الاثنين أو الجماعة أدنى إلى إدراك الصواب من رأي الواحد محو أركتذا لبضا صدح ذا أفرت شنت يعني أركتذا أي كبضنت أنت بضن أي الغيابة إني أدواته صوابك إني أبضته مصلحة هذا إني فهمت إني أبضته سداسة إلى هذا وحاك الله إلى هذا تشاوك يوضت محو أهوضا تشيغا يأركتذا أولا وداقاه يفتح محوها المغاليق فريو فر ما لبضنا قفلهم بفريا وحبضنا كلا حيلهم بيسو فريا وحبضنا كلا تكتاجم بيسو روينيا سداس أيال ليرة هذا وحكى له ليرة هذا إليه محو علمدو فالإنسان محوها بشورة يضيف إلى عقله عقول الآخرين قفكم مركو دتك الله تشهد عقل جيسي أقونتيسي وحجرني مديسي وحكوكر لسانيا أو كبير سانيا عقلية أمدك لا تي عقلية دليلك لا أيك كر سنة يا أو كبير سنة يا سد عدرت بالجوا مرمان أقطها هاي شو رضا يوم هو وضع تشيجا يا رأي قول الركروه يا رأي قول وضعه وحكر مهمة إن فهمنا ففي حياة الفرد يربي المسلم يربي الإسلام المسلم إذا أراد أن يقدم على أمر من الأمور المهمة التي تختلف فيها الوجهات وتتعارض الآراء والرغبات ويتردد فيها المر بين الإقدام والإحجام أن يستعين بأمرين يساعدانه على اتخاذ القرار الأصوب سدا سال إلى هذا مركو قفك مسلم كاهو إسلام قفك كتر بيينيا وينود يرقرينيا مركو قفك دوري إنو قاتق أن وين oo noloshiisa masir oo wax ka bedelaya ama wax ku soo kordhinaya wuxuu islaamku inagu dhigelinaya qofku inuu marka uu laba arimood oo muhiim ah u la yimaado mid waa maxay waa mid waa mid rabbani ah oo ilaahay inuu istikhaaro weydiisto ilaahay inuu bariyo subhanahu wa ta'ala ilaahay inuu isku xiro oo u yiraahdo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxan aan doonayo inaan galo haduu ganacsi yahay oo noocana haduu yahay qof kana rabo inaan guur la wadaago haduu yahay shaqo noocana rabo inaan galo ilaahay subhanahu wa ta'ala haday khair ii tahay aakhiradaydi adduunkayga labadaba ilaahay uu ii fududaa ilaahay uu ii sahal عفواً إنه صدا يلاهدو إياه للدونية وواه محي ومد ربانية إلهي إنه بري سبحانه وتعالى إلهي إنه ويدستو طلو إياه للدونية مدك الواه محي ومد إنساني هو وإنه دادك وكوكا لسوني هاي دادك وخبرات دوضة وسلاهي هاي داعدنا ويكويهين وحن ويكوكو رامان ويكاقا أقوم بديهين ويكاقا خبرات بديهين إنه ورايستو أولا تشهدو إياه للدونية هدو قور قليو هدو شقا نوع معين وقليو وحاو الدونية نوع عاصبة إنه صداي يالو إياه للدونية أولا الربا مركاسا وحي إن بدل أورنجر المسلمين تيهور أعانا هيد لا خاب من استخار ولا ندم من استشار مهوغو أو مهلاك سمو
وقول درك وما بعده بإذن الله تعالى قفك إلهي لا تشهد الله بري سبحانه وتعالى إلهي قفك لا تشهد والله بري والله يديس سبحانه وتعالى إنه صوابك وافجيه قفك محوها ما خسارة ما من الدام هذا أما ما شاء الله يتوه أما ما قوم هذا قفك ددك لا تشهد ورأيك بديه ورأيك أرورية ددك قفك نوع عاس هنا من الدام هذا وما شاء الله يتوه وحن محن سأيلي واي مجري هذا ما حاجة مركو رأيك أرورية أو العليو ودد خبرة لا ولا تشهد ورأيك ما شاء الله بدني هي مسألة هذه مركو أدو العليا النقطة فإذا عزمت فتوكل على الله وكل رقاقه إن شاء الله تعالى حتى نتيجة الدنيا هذه كي ما ويدو ما شاء الله يتوني ما حاجة يسوق ود ذلك أنت أودي ود ذلك أنت بدنا إلى نتيجة في عن أي كتم هذا أي على رجليها وأي صورة قلتها قضبك كلام مهم كواحد ربنا إيران أجانه مركان أجانه قف كي كلي هالسداس إنا يتهي وفي حياة الأسرة يدعو الإسلام إلى أن تقوم الحياة الأسرية على أساس من التشاور والتراضي وكاسة قيسك مرك قيس الله ربنا الله اسمه أما قيسك اسمه يا أما قيسكنا وحال ربنا كل اسمه وذا تشي يو وح وحلا وذلي يهي يا وحلا وذاق إنه كل اسمه أيال الدنيا وحال ربا إسكرادي أهان شيء إنه كل اسمه أيال الدنيا تصار أهان ما أنت ولبا وقت كان عصريا وحد عينك تقولك يا جبر إنه شاكستان ويجو مركه رأي أي سوف فهمان يا صورة جرا كدي من وحى نقول لي في جلنيا جبر إنه لا تشت قف كا أي ربت إنه جورسته إنه دد بدن كلا تشت يا لقولي في جلنيا ويلكون إنه دد كلا تشلو يا لقولي في جلنيا دد كلا تشلو يا أنا دد كقوله إياك أهل كودا والدين تودا المصلحة هذا آخر أدوم بدون يا إني يقول إنسان ده كأنا كرت الشدام بعلى دوني كده من مركز تشغل على عليو سدي المصلحة هذا الله أركم مركز أنا أقول لك هاكم هي الله ربايع يعني مركز عشان عاد إسلامكم وحيدي دي بلوجي هربا إن قفك الله وخصب جار هن جبرنا واجع الله خصب جري قول إنسان رالك هن الله وخصب أيو دي ده إسلامكم أو يري مايا محاجة يدا رضي هذا كم إيمانين يدا الله لمت الشرين مركز أو دي ده إسلامك أو محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرنت محوها نصوص عدعت يا كتر الله النبي ودي ده صلى الله عليه وآله وسلم هل كاسة مركز وحن أركينا شو رضى إيه وذا تشو نوع يقيمها وكل يهاي قفك فردي iyo qoyska intaba inta kaliya ma si ahaba wax la yaabaysaa oo kala tad arkaysa quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala sida uu qiimo badan yahay iyo sida inagu baraarujinayo at-tanbiha ala darurati at-tashawur wa at-taradi bayna az-zawjayn fima yattasilu bi ridaa'i al-awladi wa fidaamihim allahu akbar diintu ajeeb badana islaamku wuxuu ku dhirigelinayaa labada qof ay isqabta waalidka aabaha iyo hooyada inay ka wada tashadaan ilmaha naaska la nuujinayo qaabka loo nuujinayo iyo maxaa goorta ay tahay naaska in laga gooyo hata oo laga guriyo inay ka wada tashadaan ayaa la doonayaa oo Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-ridaa'a markaas Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى إله سبحانه وتعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وتشاور مركو ود تشويان المه يرى ايا مصلحيديس ان لغودا تشتا ايتها او يا بيه هويد اي كودا تشدا مركا فيري هدي لغودا تشريو ناسكا غورتا لغا غورينيو اما غورتا ناسكا لغا غويني هدي لغودا تشريو وحاربا ان لغودا تشدو المها اسكول كيسا وحاربا ان لغودا تشدو المها مستقبل كيسا سي لو ديسلها لو وناجين لها وحاربا ان لغودا تشدو المها اخرديس سي لو هاجين لها ان لغودا تشدو ايا لا دونيا وابها يا هويد لبدوبا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى سميان والمهودن أيضا لأن آخر ديسي أدون كيسي أي كودة تشدان سؤوا ناكسنان لهم أيال الرباء أول الدون يا يعني وذا تشيغو مركا فردي سو ارغني اون قويسكي سو ارغني انتا كليا كوما كوبنانايو وحو كو كوبنانايا مجتمع لفتيسي دولدي يا مؤسسات كيدي هي ادي هدي كلا دوونا ايو وذا تشيغو سو غليا او انو سو غلا اي تahay مركا امد وذا تشانيسا ايا لا دونيا امد رايي وداغيسا ايا لا ربا امد رايي ركرويسا ايا لا ربا مركاس مخو اها الهي سبحانه وتعالى فيري فقد ذكر الشورى في أوصاف المؤمنين مقرونة بمجموعة من الصفات الأساسية التي لا يتم إسلام ولا إيمان إلا بها وكاسا إلهي سبحانه وتعالى شورى وحكود حدري أما وضع تشيغ أما رأي يقول له وذاقه رأي يقول العلي وحكود حدري إلهي سبحانه وتعالى صفات يتلمام فربدا وقفك أوسن يقال أنت مسلم نقون كريم يقال أنت مؤمن في عن نقون كريم أيها الله كل حدر سبحانه وتعالى محيلتها الاستجابة لله
سبحانه وتعالى إلهي إلا أجيب الله أطيعه إقامة الصلاة صلاة إلا أوجه ومحوها لتكده الإنفاق مما رزق الله إلهي سبحانه وتعالى وحد قفك كو أرزاق إنه حكب بحيه وصدق ذي يزك ذي أوب بحيه مركو كو آس ورسول شيء إلهي سبحانه وتعالى أيو الله وحد دبر لي شورا أيو وضطش إن دتك دت صميني أيهين أيو الله دبر لي رب سبحانه وتعالى والله وحوري سورة لنا ومقع الشورا مقع وضطش حنبارسن وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فقال إله وسوى آياتها والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ساس رب سبحانه وتعالى مرك هذا أرق في ردتك مسلمين تأوحوية وكو إله محوها أجيب يا سبحانه وتعالى وكو صلاة تكون يا صلاة أوغية وكو أمر كوضا يدنو هذا مهم كا خسية آخر ذا الدون كوضا خسية كوضا تشهد ورأيق العليا وكوا صدا يرى ويان وكوا وحو الله سيئة وحكبحية وفقر ذا مساكين كالمية ودنها قود مشاريع ذا قود ومدى كبحية وكلسة كواس ويان أيوه بالله سبحانه وتعالى مركا هل كاس مركا وحا موقت فيري محوه أمره مشورة بينهم وصفة لدون يا مسلمين إن يشعر ما أنت ملاينه مسمله إن قال إن جرب سؤاشة إن أسوي دينه وحاله إذا هذا مركو إلهي إلهي سبحانه وتعالى وأمرهم محال جوضة الأمر العام الذي يهم جماعتهم ويؤثر في حياتهم المشتركة أمر كسوحوية أمر كجود إن نرش هذا اجتماعي أما نرش هذا سامين تكله نرش هذا وحي سامين كله وحبر شذا سامين كله محاش قاضي يا شقارين تا سامين كله دولة نمدو ذي قابك دولة دو ذي نقوليسو أيا سامين كله نبدأ إني متقلي هذا أيا سامين كله مرك دانو هذا جود السامين يا نرش هذا يا حياة هذا السامين إسا إني كأوضة تشرام ويا مرك لليه وأمرهم وحاكلته وإلهي سبحانه وتعالى وآيات كلته وإنه تلمامية وهو الأمر الذي أمر الله تعالى رسوله بالمشاورة فيه أمر كاسنا وحوية متك إلهي وفري نبي جيس صلى الله عليه وآله وسلم إنه الله تشهد صحابته يسوع النبي إلهي يسوع الله وحيوني يسوع إلهي وهاجي أو حقي حق الله كإلهي سبحانه وتعالى وكبر دينه أي هذا النبي وحال أمره صلى الله عليه وآله وسلم إنه الله تشرى الصحابة ديسة أي النبي الله فري صلى الله عليه وآله وسلم وح النبي لويري وشاورهم في الأمر وكوشاورهم في الأمر أمرك كلت الشو دنه دنه جود كلت الشو دنه جود كلت الشو ولبو حال يابله آيات دع سوا حيسودك تي مر محوها أنتم نبي الله تشرى صلى الله عليه وآله وسلم والرأي أغلبية ده يسدى الدون يانا بدنايا أسمية سدى أي خسارة كان على طي أيها الدنا وحال قول النبي الله تشرى صلى الله عليه وآله وسلم والرأي إني ما شاء الله بتان مكان قاعد خسارة ده شيء هأرني مركا الله تشرى أي النبي الويل صلى الله عليه وآله وسلم مركا هدي النبي محمد إلهي وأمر سينيو إنه الله تشهده صحابة ديسة محا مركا قفك كريح حاكمك أما ملحظ أمدا أما رئيس الجمهورية إنه أمدا الله تشهده يا حقايك إيمان قرارك وإسكا قاداني يسوي كله حقايك إيمان يعني أرين تعسو مركا صح معها بركو حال ربا أمدا وضع تشهده ومحوها عدوة لبالتخصصات كذا يقيبها هذا ولبا سيقولون أتقى أن إذا لقيت تلقليه يا الله الدونية أو الربا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيلا ذا هي سيرده كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه نبي وحوها صلى الله عليه وآله وسلم متك أقول تشب بذن صحابة ديسا أيوها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محاجر فيري نبي صلى الله عليه وسلم شاورهم في غزوة بدر دقالك بدر بركي اللي قالي نبي الله تشهد صلى الله عليه وسلم قبل القتال قتال ككهر بولت الشذي وفي أثنائه قتال كبحديس ولت الشذي وبعده قتال كأمدقال ككذب ولت الشذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشاورهم في أحد أحد النبي ولت الشذي صلى الله عليه وآله وسلم وشاورهم في الخندق دقال كخندق أم أحزاب الأورنجري أي النبي ولت الشذي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الحديبية شاور أم سلمة حاس كيسة أي النبي ولت الشذي صلى الله عليه وآله وسلم مركز ولي بالثلاثة إذ النبي قاتي صلى الله عليه وآله وسلم مركز النبي فيري الرماها واوين صوت المانة وقلت الشنيا صحابة ديسة هد أقوى النبي والهجية والله إلى علنيا إلهي سبحانه وتعالى وعسمسي أو إلى علي الدوري مع ذلك صار صدتك ولا تشنيا مركز النبي نوح عن دونيا دسا ولا تشدا أي على ربا وواحد للدونيا
madaxweynuhu inuu leeyahay tiim uu la tashado oo daacad u ah waddanka iyo ummadda ayaa la doonayaa. Ra-iisul wasaaruhu sidoo kale inuu noqdo ayaa la doonayaa. Muxuu ahaa, waxaa la rabaa qofkii muxuu ahaa hay-ad ama wasaarad jooga inuu shaqaalaha iyo dadka wasaaradda ula tashado ayaa la doonayaa. Kadibna waxaa la rabaa marka dambe bulshada iyo bulshada rayidka la yidhaahdo iyo bulshada kala duwan in lala tashado oo caqligeedii aragtideeda la ururiyo ayaa la rabaa. Yacni ummadda waxaa la doonayaa in la tixgeliyo, la qiimeyo. Xataa markaad adugu aad leedahay your own business ama adugu kambanigaaga aad leedahay, adugu aad leedahay, waxaa la rabaa dadka shaqaalaha ku ah inaad la tashato si meesha loo tadwiiriyo oo horey loogu mariyo ayaa la rabaa. Islaamku marka waa diin noocaasa ayaa la doonayaa oo inaga rabaa. Marka waxaa la rabaa guriga inuu ka soo bilowdo wada tashiga oo aabbaha iyo hooyadu ay wada tashadaan, aabbaha iyo hooyadii caruurta wada tashadaan, madaarista iyo iskuullada ummadda lasoo baro in wax la wada leeyahay, in wax la wada wadaago, in muxuu ahaa la wada tashado, in ra'yiga la celceliyo, in muxuu ahaa halka laga soo sameeyo ayaa la doonayaa. Macaahidda diiniga ah iyo masaajiddu dadka inay wada tashiga baraan iyo wax la wada leeyahay iyo danta guud iyo in muxuu ahaa ra'yiga la wadaago in oo weliba marar fara badan laysu soo jiijiida ra'yiga ayaa la rabaa in la baro ayaa la doonayaa. Marka ummad saas u wada socota weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu doonayo iyo nabigiisu sallallahu calayhi wa alihi wasalam. Shuuraha iyo cadliga waa aad bay isugu xiran yihiin baa la yidhaahdaa. Markaasaa culimo fara badan waxay leeyihiin min alqiyam alkubra alatii laa yumkinu an tataxaqaqa alcadaalatu min duuniha qiimat ashuura. Markaasaa qiimadaha muxuu ahaa qiyamka akhlaaqiga ah ee aadka u qiimaha badan, ee aadka u weyn, ee aadka u wanaagsan, ee aan cadaalada la helaynin haddaan iyada la helin waa wada tashi weeyaan. Maxaa jira dadka aan lala tashanin ee istibdaad iyo keligitalisnimo lagu hogaamiya cadaalad meesha ma taalo. Si marka cadaalada loo helo waa in wada tashi la helo. Cadaaladana waa inaga xalaqaadka bilowgoodii kala soo sheekeynay qiimaha ee lagtiisa ku leedahay subxaanahu wa tacaala. Lidaalika ayaa qur-aanku in fara badan uu celceliyay xaqiiqatan muxuu ahaa cadaalada iyo wada tashiga intaba. Waxaan hadda rabaa inaan idinla wadaago kelimo la yaab leh oo Imaam Cali radiyallahu canhu karama allahu wajahu uu u dardaarmay muxuu waaligiisa la oran jiray Malik al-Ashtar, ninkii waaligiisa ahaa ama markuu u diray inuu Masar wakiil uga noqdo, governor uu ka noqdo, gudoomiyaha uu ka noqdo Masar. Dardaarankii uu diray qodobo ka mid a ama erayo ka mid a ayaan rabaa inaan idinla wadaago biidhnillaahi tacaala, oo tusinaya wada tashigu qiimaha uu leeyahay iyo dadka la rabo in lala tashado. Yacni markaasaa wuxuu yihi walaa tadkhulanna fii mashuuratika bakhiilan yacdilu bika can ilfadli wayacuduka muxuu alfaqra walaa jabaanan yudcifuka can ilumuur walaa xariisan yuzayinu laka sharaha biljawri faina albukhla waaljubna waalxirsa gharaa'izu shatta yajmacuha suu dhanni billaahi subxaanahu wa tacaala. Alla kelimadanu qiimo badan ah xaqiiqatan. Waxaa oranaya Imaam Cali oo u dardaarmaya Malik al-Ashtar, ninkii la oran jiray, wuxuu yihi walaa tadkhulanna fii mashuuratika bakhiilan, wada tashigaaga iyo majliskaaga wada tashiga qof bakhiila oo ra'yigas aan ra'yiga kaala bakhiilaya inuu ku siiyo, aragtida saxda inuu kugu biiriyo kaala bakhiilaya ha ku soo darin oo ha la tashanin. Kaasoo fiiri muxuu ahaa yacdilu bika can ilfadli, fadliga kaala iyo wanaagga kaala iilanaya, kaala leexanaya oon ku siinaynin, oo u arka haddii intuu tala fiican ku siiyo aad ku guulaysato inaad adigu guulaysatay buu moodi, marka isaga inay dhib ku noqon buu moodi. In badan bayna dhacdaha maanta waxaa jira marka siyaasadda kambeynka lagu wada jiro oo la tartamayo waxaanan samaynaynaa, waxaanan samaynaynaa, waxaanan samaynaynaa, waxaad dhici kartaa qof baa guulaysanaya, wixii ay lahaayeen waan samaynaynaa ayuu qofkii guulaystay samaynayaa, way ka wada hor imanayaan. War de shalay soo idinkii sidan wadaalhaam ah waa tan oo kale. Marka tiibu marka uga degaya Cali ibn Abi Talib oo wuxuu leeyahay qof muxuu ahaa kaala bakhiilaya nasiixada iyo wada tashiga, haddana fadliga iyo wanaaggaba aan ogolaanaynin oon guulba ku ogolayn qofka isaga ah oo inay ummadda hor u kacda aan diyaar u ahayn wada tashigaaga waxba ha gelinin. Wuxuu sii raaciyay wayacuduka wayaciduka alfaqra, faqri uu iyo muxuu ahaa silac baa dhici iyo saan hayeen, muxuu ahaa faqri uu kuu yaboohaya, faqri uun iyo muxuu ahaa daaqadda ka arkay oo mar walba dhanka salbiga ama dhanka xun wax ka fiirinaya qofka isaga ah aad ha isugu mashquulinin. Wuxuu yihi walaa jabaanan yudcifuka can ilumuur, qof fulay ah oo marka la rabo qaraaro adag in la qaato oo ummadda badbaadinaysa muxuu ahaa farqa kugu dhagaya, dib kuu jiidaya, dib kuu celinaya horumarka ummadda aan rabin qofka isaga ana wuxuu yihi ha isku mashquulinin. Wuxuu yihi walaa xariisan yuzayinu laka sharaha biljawr, qof danaysta ah oo dantiisa uun muxuu ahaa ka dhaxarka oo mararka qaarkood jawrka iyo dulmiga kuu qurxinaya.
جورك كو قرحينيا أديك أنتو أورن له هاي ظلم جسكيرة حقدرات جسكيرة أنتو كورن لها أيو أديك مرفع ربنا وحبكوش ريحي بحمانته يعني جورك يظلم يجيب كوك رحنيا أحد أيو كوك رحنيا مسق ماسق كروش أيو كوك رحنيا قف كنوع عسنا وحولي إسكاف فجوا فك إمام علي وحولي فإن البخل والجبن والحرس غرائز شتى وحولي بخل لماذا يفولين لماذا iyo danaha khaaska oo lagu dadaalo oo ummada danteeda muxuu aha aan la ilaalinin wuxuu waa adamaac iyo danooyin iyo waxyaabo badan oo kala duwan laakiin waxa kulmiya suu dhanni billahi subhanahu wa ta'ala ilahi subhanahu wa ta'ala oo wuxuu loo malaayo ayaa kulmisa sidaas uu yiri markii imaam cali radiyallahu anhu wa karama allah wajha asagu dardaaranka siiray maalka ashtar dardaaranka maxamaanta inooga baahi badan inaynu qaadano اسلام مركلته يا إمام علي دردارك وسيو المالك الأشتر وحكيري وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صرح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك ساسوري وروحات بديسا دتك علماء وحجرتك شرع هذا إلهي سدربت أي قان داعد الدين تي أمدا كوا يجا إن أدولته شتو ويجا محوها ad isku soo dhaweeyso taa wuxuu ri badso wuxuu waa munaaqashada xukuma kuwa aqliga badan ee muxuu xigmada badan ee muxuu raayiga iyo heli og kuwa iyaga ah inaad muxuu ah la naqaashto oo lam oo muxuu aragtida aad wadaagtaan oo aragtida rogtaan kuwa badso wuxuu ri maxay kugu caawinayaan oo ka wada hadlaysaan fiima saruha alayhi amru biladik meesha u diray weeyaan magaalada iyo gobolka iyo wadanka aad mas'uul ka noqonayso sidii ay danaheedu u fiicnaan lahayd iyo way qaamata mustaqama bihi naasu qablaka ya wixii u wanaagsana umadihi hore adiga ka horay wixii u wanaagsana yacni sidaas oo kala sameey marka wada tashi noocaasa ayaan doonayna maxaa marka maanta inooga baahi badan dadka oo xukumaahu darajo kasta halahdu waa kala leeblebale inay la tashadaan علماء الموضعها تاريخنا مربنا وحاجين جري علماء البلاد كوا الأورنج جري علماء الصلاطين وإن بدنا وكم ذه دولة واحد ربط يم ما خليفة أو مدحينه هو حرام بقر كوا حرامه وندي ما يجري مر والبا هو حرامه أي فتوى أي حديث قد جين جري يعني مر فر بدن كوا بدنا ساس هاجين جري ما أنت أنا كوي لفت أو فر بدن بعد جوجا أو أنا أنت بدنا حديث مد جين كران لكن فتوى ذي أو بان نسكي الله لقين جبار الله دعايو أي إن فر بدن سي أي هوذا يدون الد مدحت مركز جرت مركز سبع دون كهك جرت أي وافجيان بركي آد بيواجي هرن أبضن حدنا أبضن ته لكن ده كربانيين ته ده عدا وأمد إيه دين ته إلا لا تشدو أي آد وناكسن ده كعقل قاله حكمة صاحب كان مشكلة لا وجره كتلا بحين كان إلا لا تشدو أي آد دونية سي أمد وناكسن عتي يعني هم كسر ختمة يا نقطة أو شردة قرآن وحنو سو قوريي لبا أركتي لبا دعض الله يابلي أما لبا قصو الله يابلي أي قرآن كإله إنو سو قوريي سبحانه وتعالى وحان ربنا مركا قرآن كمركو إله قصص إنو سو قورينا يو وأحسن قصص ويان وعبرة نقول الألباب ويانا كو عبرة قادرنا أي الله الدنيا سبحانه وتعالى قصة وحوية وقصة محوها ليلة هذا ملكة الصبا بقرد سبا ميش الأورنجي أو ما تقولكم اليمن ما لها سكوت على سبا حكومة جرتك بقرد داس تذكر حيا قان بلقيس أنا ما قرنا ما قاعد بلقيس اللي هذا لكن ملكة سبا بقرد داس قرانكو حسوقة قصة اللي يابله قرانكو حكلا سوقة قصة كله ونك الأورنجي فرعون أي سوقة لبضع قصة مركا وفيرسو قرانكو حسوقة أنا يهدنا ما قال كودي يمشي أي كلا دمبيين قبل داس أيضا قرآن كوحي نو سوري سورة الله يابل أو وحي لاذهي ما كنت قادعة الأمر حتى تشهدون قوان إسكا مقاتو إلا أن ذنك لا تشهدو إلا أن رايق العلنو إلا أن وذاقنو إلا أن فيرنو هدي الدقال لقليو يهدي النوال لقادنا يابا إلا أن العلنو قوان كالي مقوصو إيوان ذن لا تشهد ساسي أورانيسا مركا قرآنكو محو مركا تلمامي وذا تشيق وقدام بينتي قرآنكو وحو إنو كياني إني دت كذي بدادي سيو أسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولما فيري يعني وقت يعني سو كوب جاي وحيس ما يسوى حياة الله ياب لسي أوجاته سليمان نبي سليمان إنه يهنين أن الدنيا دار يهنين يهنين مبادئ وجدة أهداف حبارس إنه يسي أكل أوجاته أي هدية دريسة أخبار بخيادين إيسا معلومات بأورونيسا ذات كبيرة تشاريسا وقدام بينتي لكن تشغيف يعنى يقوان كذا حكم الله وحو كاني إني أيدي بدبادي ذات كذي بدبادي سي إلهي أوه جانسنتي سلاسو وقدام بيه بصدر
labaad waa maxay waa qisada fir'aawn oo ilaahay quraanka aad uga sheekeyay fir'aawn wuxuu dhageysto ana rabbukum al-a'la wuxuu ma ma uriikum illa ma ara wa ma hadiikum illa sabil ar-rashad aniga un baa saxan aniga un baa wanaagsan aniga ayaa muxuu aha kaliya wax weey dadka kale oo dhan fastaqafa qawmu fa ta'uhu wa in anigu la idaba galo wa in la ii sacbiyo wa in noolow la yidhaahdo wax kale yani cidii tiraahda waray xaggan kada ma dhacayso yani isagii kurku isku ma oolayaan cidii tiraahda waray waxaan u yara kaadi isagii madaxu isku ma oolayaan marka dadka noolow iyo in loo sacabtumo iyo kaliya cid waliba inay isaga tiraahdo muxuu aha sidaas wuu diiday marka ra'yi talo wanaagsan wuu diiday caqli xikmadna wuu diiday wax walba wuu diiday muxuu ku dambeeyey marka wuxuu ku dambeeyey isagii iyo qoomkiisaba inay halagsabaan ayuu ku dambeeyey inta badan marka keligi talis taariikhda marka dib u akhrido waxa weeye ugu dambeynta isaguna wuu halaagsama ummadda uu hoggaaminayana wuu halaaga haddii la iska qaban waayo sidaa darteed baa waxaan isku dhiirigelinaynaa walaalayaalow qiyamka qiimaha badan ilaahay subxaanah watacaala diintiisu inafarayso waxaa ka mid a qiimat ashuura wada tashi qofku markuu doonay inuu go-aan inuu wax sameeyo inuu tashi uu sameeyo uuna ku degdegin uu celceliyo ayaa la raba waa qofkii weeyaan ha noqoto shaqo ha noqoto guur ha noqoto hawl yacni maaragta inuu celceliyo ayaa la rabaa waxaa la rabaa qoysku inay wada tashadaan oo halka ay ka soo baxdo arrinta xataa wada tashiga waxa la wada leeyahay waxa la wada wadaago inay ka soo baxdo ayaa la doonayaa waxaan rabnaa xaqligeenna tacliimiga waxbarashada ama ha noqoto waxbarashada ee la yidhaahdo muxuu ahaa formalka ee iskuullada iyo dowladaha ama kuwa informalka la yidhaahda masaajid iyo xalaqaadka dhammaan waa wada waxbarasho weeye weliba waxbarasho nooc kasto ay tahayba waxbarashada lafteeda inaynu dadka aan barno in wax la wada leeyahay in wax la wadaago in compromise iyo meel lasu soo jiijida marka qaarkood inuu yimaado in la wadaago ayaa la doonayaa kadibna mu'asasaadkii dowladda ganacsigii sidaa inuu yimaado ayaan rabnaa ummaddii wada tashataahu ma khasaarto oo ma hoogto oo ma halaagsato marka ummad wada tashata inaan noqono ayaan doonaynaa insha allahu tacaala intaynu xalqo kale ku kulmi doono waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgeliyo wajazaakum llahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.